النهارده اول حاجه هنعملها نعمل طاجن كده رز بالسمك كله كده على بعض. تعالوا نشوف مكوناته ونشتغل فيه واحده واحده مع بعض. النهارده طبعا اشتغلت بسمك بولتي، تقدروا ان انتوا تغيروا نوع السمك زي ما انتوا عايزين، بس الطاجن ده بيبقى حلو قوي بالبولتي. البولتي يعني بيبقى طعمه جميل فيه وحلو قوي، وتقدروا ان انتوا تدوه. الفكرة ان احنا محتاجين السمك اللي عندي في الوصفة دي محتاجة يكون حجمه كبير، عشان انا هقطعه على 2 أو على 3 على حسب حجمه، مش هجيب بولتي صغير. تعالوا نشوف المقادير ونشتغل فيها مع بعض. عندي كيلو سمك بولتي او طبعا اي وزن انتوا عايزينه، وعندي رز ابيض وورق لورا وكزبرة وبقدونس وبابريكا وملح وفلفل وكركم وكمون وعصير ليمون وزيت زيتون، وطبعا لو ما فيش زيت عادي ما فيش مشكله، ومعلقتين صلصه وبصل وطماطم جوليان وفلفل حراق وثوم مفروم، تمام، وزيت طبعا للقلي. تعالوا بقى ايه نشتغل كده واحده واحده. عندي السمك البولتي زي ما قلت لكم انا فاتحاه ومنضفاه ومخليه زي الفل، تمام، وشايله طبعا القشر بتاعه والكلام ده كله. نبدا بس نجيب بوله كده نشتغل فيها. يبقى هجيب السمك، هشيل القشر بتاعه وهشيل كل حاجه مش نظيفه فيه، وهفتح بطنه وهنضفه كويس قوي بالراس بتاعته بكل حاجه، خليه زي الفل كده، ايه ما فيهوش اي حاجه خالص من جوه، تمام. وهبدا ان انا اقسمه على نصين كده. بصوا السمكيه عندي كبيره فانا قسمتها على 2 بالشكل ده، تقدروا بقى لو اكبر تقسموه على 3 براحتكم خالص، انا عايزاها بالشكل ده كده جزل. هبدا اجيب المقدار اللي معايا، انا قاليه طبعا شويه فدول لسه ما اتقلوش، هجيبهم كده في بوله وهبدا ان انا اتبلهم وبهرهم كده شويه بشويه عصير ليمون، شويه كمون، انا هاخد شويه بس من البهارات لان الباقي انا عايزاه، هحط شويه بابريكا، مش هبهر بهارات كتير في السمك، هحط الملح هملحه الشكل ده، حط شويه فلفل اسود اهو، وهبدا ان انا يعني اخلط كده كل البهارات دي مع السمك وهقليه. فانا مش عايزه ابهره بهار يعني تقيل، لا هو كده تمام جدا، تمام، مش عايزه احط حاجات كتير. حطيت شويه عصير ليمون او ممكن خل لو انتوا حابين، وملح وفلفل وشويه كمون كده وشويه بابريكا. هبدا كده اتبل كل السمك بالشكل ده اهو، وهبدا اجيب عندي دقيق، احط بس الزيت كده على النار، دقيق، وهبدا اجيب السمك اللي انا بهرته التبهيره البسيطه دي واقوم مغطياه كده بالدقيق بالشكل ده اهو من كل الجوانب عشان انزله في الزيت يتقلي. طب ينفع اقليه من غير تعفيره الدقيق دي؟ لا، خلي بالكوا عشان ناس كتير ما بتبقاش عارفة ان لو انا قليت السمك من غير الدقيق هيتهري معايا وهيبقى مش حلو خالص. هبدأ انزل السمك كده بالشكل ده، والباقي برضو نفس الموضوع، اغطيه بالدقيق واقليه. اهم حاجة ابقى منظفة السمك من جوه وفاتحة كده بطنه، منزلة اي حاجة فيه مش نظيفة، عشان انا هحط السمك ده مع الرز. يبقى احنا كده هنعمل الكميه كلها بتاعت السمك بالشكل ده، وهنجيب كده طبق فيه منديل نحطه هنا عشان هنقلي السمك ونطلعه على المناديل دي. هنبدا بقى ايه ننفض كده الدقيق اللي عندي اهو بالشكل ده، ممكن اسيب دي عشان الزيت عندي ما يبردش زياده عن اللزوم، هسيب لما اقلي دول هقوم حطاهم يتقلوا هما كمان. تعالوا بقى ايه نشتغل في الرز كده قبل ما نحطه في الطاجن بتاعنا. انا بقلي السمك اهو ما بعملش حاجه ثانيه، والحله عندي اللي انا هشتغل فيها الرز اهي، وتعالوا نشتغل فيه مع بعض. مهاني صباح الفل.
الفل يا حبيبه قلبي. ازيك يا حبيبتي، عامله صباح ايه؟ الفل عليكي وعلى صباح كل الجمال يا الكروب حبيبتي. الجميل ده الله والقناه يخليك. الجميله دي. والله سلام يا حبيبتي، انت عامله سلام. ايه؟ وحشاني، كله زي ما الفل عرفتش والله. اكلمك امبارح والله، الله اتصلت ده كان ده مشغول من على طول. يعني من سوء حظنا. لا يا حبيبه قلبي، حبيبتي منوره الدنيا الله دي في يخليك، اسمك، الله وايه الحاجات يخليك. الحلوه دي. تسلمي يا حبيبتي، الله تسلميلي تسلميلي. معلش اسمحك بس اتفضلي. تنزلي لي المقادير، البطاطس اللي كانت بالسجق امبارح حاضر لانها عينينا، كانت فاتتني حاضر وشفت بقيه الحلقه. نجيب لك الصينيه لحد عندك والله ربنا يا مهند. يخليك، ما الله تحرمش يخليك، منك ومن تسلمي يا ذوقك يا حبيبتي. رب. ربنا حاضر يديك الصحه الله والعافيه، يخليك يا ويحسن حبيبتي. ما بين ايديك يا انا رب. يا هجاوب عليك يا، حاضر نهارك هرد زي عليك. الفل يا نهارك حبيبتي. جميل يا حبيبتي، تسلمي. تعالوا نشتغل وهقول لك كل حاجه وهجاوب على كل حاجه انتوا عايزينها. هنحط كده شويه زيت، هنشتغل بقى ايه في الرز. تعالوا كده ايه، هحط البصلايه اهو، بصل كده، شويه بصل جوليان، وهبدا بس اقرب كده الثوم والبهارات والحاجات دي اللي عندي. هحط ورق اللورا وهحط فص الثوم. انا عايزه اشوح كل الكلام ده كده مع بعض، البصل مع الزيت مع الثوم مع الكلام ده كله، تمام. اديله كده تشويحه، الحله لسه بارده شويه فهتشد معايا كده، وكل ده هيتشوح بورق اللورا. يبقى احنا عملنا ايه لحد كده ما الايه الحله تشد شويه معانا؟ احنا عملنا السمك، تبلناه بملح وفلفل وشويه كمون وشويه بابريكا، وبعد كده بعصير ليمون او شويه خل، وعفرته بالدقيق وابتديت ايه ان انا اقليه في الزيت ده كده السمك. طب بعد ما السمك يتقلي هطلعه طبعا على ورق مطبخ يتصفى. انا طبعا قاليه شويه هنا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام، وهكمل وهقلي الكميه كلها بتاعتي. انا مش هحط السمك ني، فدي من الحاجات اللي احنا هنعملها اول حاجه. خلاص كده. طيب بعد كده هجيب الحله وهبدا احط فيها شويه زيت، والبصلايه اللي عندي جوليان او مخرطاها مثلا مربعات او اي حاجه زي ما انتم حابين، وهبدا ان انا احط عليها الثوم ورق اللورا. شوف بس السمك كده اقلبه، لو محتاج يتقلب اهو. انا ما رضيتش احط السمك كله عشان مش عايزه ابرد الزيت ويعني والسمك يطرى معايا، تمام. طيب الحله هي ابتدت تسخن، هبدا بقى اشوح البصلايه والورق اللورا والثوم بالشكل ده، وهبدا احط شويه فلفل، طبعا فلفل حامي، او لو انتوا مش عايزين فلفل حامي اشتغلوا بس بفلفل رومي مفيش مشكله، وهشتغل برضو بشويه فلفل الوان. بصوا هشوح بقى الفلفل مع البصل مع الثوم مع الكلام ده كله لحد كده ايه ما يتبلوا شويه، لحد ما نطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيه وصفتنا. مش هعمل حاجه، هستناكم لحد ترجعوا لي.